قاعد ظلالي قاعد يخرب على علينا شو اسمه؟ شو قاعد تسوي انت؟ هذه المجموعة الشمسية. أي مجموعة شمسية؟ أنت زنجي، أنت حاط صخر قدامك. شو قاعد تسوي؟ شو فيك؟ هذا اللي يقيس سرعة الرياح. هذا؟ نعم هذا. يبي له هذا اللي نفسه شو حق الهليكوبتر. شفت شلون؟ أفصخ دشداشتك حطها هني. لا تقعد تطنط، أنت ما أنت ما تعرف هالسوالف، لا تقعد تطنط. يعني تحب تقيس بتقيس سرعة الرياح، حاط قلم بذنك، هذا نجار أنت مو مال رياح. هذا عشان أحسب لك لوغاريتمات، تعرف شنو لوغاريتمات؟ لا ما أعرف أحسب، وين تحسب؟ هذا ربع المسافة اللي هني. أه؟ ربع المسافة زائد نص المسافة. لحظة، الحين لازم نحسبها على الطريق اليوم الشمسي ولا اليوم القمري؟ لا يوم شمسي ولا يوم قمري. تعال شنو هذا يعني الحين؟ هوا يا هوا، شنو هذا هوا الحين؟ عرفنا ان الرياح يعني. شنو موسمنا احنا الحين؟ الحين موسم السبق. السبق ايه؟ السبق. شنو هو موسم السبق؟ السبق هذا لما يطيرون للطيور. ايه؟ الحمام. ايه؟ يعرفون من اللي يسبق الثاني، هذا صار سبق. هذا ايه تعرف سرعة تقول والله طير سبق، هذا طير سبق يسمونه انه يطير بوقت فترة السبق. ايه دفتر يعني. ايه؟ يقص. والعقارب شنو؟ العقارب تجي تحت الصخور تبين. لا لا موسم العقارب. موسم ايه يقولون هم يتخشون تحت الصخور. ايه؟ فانا اقول لك القمر وين الحين؟ قول لي القمر وين انت؟ لا لا هذا بالطبيعة. لا لا أنا قاعد أشرح لك على المجموعة الشمسية. إيه وين القمر؟ هذا القمر صغير. إيه القمر صغير. صغير، فلما يلف حوالين المجموعة الشمسية يصير الليل يسبق النهار. ما تشوف بدول النهار قصير عندهم، بدول ما شاء الله النهار طويل عندهم. إيه هذا وهذا بالنسبة القمر. القمر لما يلف. يلف. زين وهذا إذا لف؟ لا. هذا إذا لف شنو معناته؟ لا هذا لا لف يعني انت تغير سرعه الاتجاه. لا هذا معناته هلا بريح الشمال الجاي منهم.